وزير فادي عبود قبل وقت قليل أيضا بمقابلة تلفزيونية استاذ محمد أنه ليس مقتنعا بخطة الوزير شرب النحاس لزيادة الأجور. قال أنه سجل موقفه باجتماع التكتل والتصويت على المشروع كان سياسي. شو تعليقك على هالكلام؟ يعني هذا الشيء أنا ما بستغرب أنه أسمعه من الوزير فادي عبود يلي هو كان واقف معنا طول هالفترة ويلي هو كان يعني مشجع يصير في اتفاق بيننا وبين اتحاد العمال العام يلي هو عم بحذر من خطورة زيادة الأجور. الوزير عبود ضد الزيادة أصلا بهالفترة هاي. الوزير عبود كان موجود مع الصناعيين وعملوا مؤتمرهم من شهر. الوزير عبود بنعرف من الصناعيين الكبار بلبنان ولكن أوقف صناعته بسبب صار في عنده حريق وصار عم يستورد من الخارج، وهو عم بقول أنا عم بستورد من الخارج ووزع بلبنان صرت عم بربح أكثر ما صنع بلبنان، هيدا على حد أدنى 500,000. بقى بيعرف معناتها الوزير عبود شو يعني 868,000، وبيعرف هو إنه هيدا القرار وين حياخد الصناعة اللبنانية. بقول التصويت كان سياسي مظبوط، ما هذا اللي قلناه من أول. نعم، ولكن هل يعني مصلحة أنا بس بسأل التصويت سياسي أنا كنت أتمنى بس على يعني على الوزير عبود وعلى وزير الصناعة إنه ما كانوا يصوتوا، لأنه يعني خاصة وزير الصناعة بأول وخاصة لم يصوت، بس خاصة وزير الصناعة. مشان هيك أنا امبارح قلت بطلب من وزير الصناعة وبطلب من زميلي نعمة فريم يفتحوا مجلس عزاء بالصناعة اللبنانية لنروح نعزيهم، لأنه ما حيبقى صناعة بلبنان. بموضوع سياسي اليوم تصدرت الصحف صورة للرئيس سعد الحريري منها غلاف جريدة البلد يبدو فيها مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. إذن في أنقرة بالأمس اخترنا إذن أن نبدأ بهذه الصورة التي أعلن الرئيس الحريري بعد اللقاء أنه لا يرى إيجابيات مع استمرار القتل في سوريا. بمواضيع سياسية أخرى، الموضوع الأمني، جريدة النهار من خلال مقال سركيس نعوم يقول أن التفجير الأخير الذي تعرضت له دورية اليونيفيل لم يكن الأول وقد لا يكون الأخير، والمعلومات تفيد أن حزب الله الذي حفظ الجنوب قد لا يعود قادرا على ممارسة هالدولة لأسباب إقليمية. خلينا نحكي بالموضوع الأمني من وجهة النظر الاقتصادية، لأي مدى عدم الاستقرار الأمني وحصول هالتطورات الأمنية المتفرقة عم بيأثر بدوره على الاقتصاد؟ وضعنا الاقتصادي يلي مرينا فيه آخر 11 شهر 80% سببه داخلي، سببه سياسي وسببه أمني. لو كان في عنا حكومة مترابطة، لو عنا حكومة متماسكة، لو عنا حكومة قدرت تعطي الثقة للمستثمر اللبناني وللمستثمر الأجنبي ما كنا وصلنا لهون. فمشاكلنا 80% هي سياسية داخلية ومن ثم يعني أمنية، و20% نحن متأثرين بالوضع يلي عم بيصير، وضع سوريا، وضع العالمي، وضع المنطقة. ولكن نحن كنا بالوضع المنطقة كنا قدرانين نستفيد، مع أنا ما بحب استفيد من مشاكل الدول العربية الشقيقة، ولكن كنا قدرانين نستفيد لو كان في عنا استقرار أمني وسياسي. نعم، بهالموضوع بيقولوا الخبراء الاقتصاديين استاذ محمد انه صحيح المطلوب زياده اجور، ولكن المطلوب وضع سياسه اقتصاديه او طريقه مقاربه مختلفه للغلاء العالمي، يعني لكل هذه الامور، بحيث ما مش كل سنتين ثلاثه بيلاقوا حالهم هيدا اللي نحن اقتصاديه امام مشكله. هذا اللي حكيناه مع الحكومه. نعم. وهذا اللي حكيناه مع الاتحاد العمال العام، انه خلينا نخلص موضوع الاجور وخلي يصير في اجتماعات مفتوحه نحن وانتو لنحط سياسه اقتصاديه، لنحط سياسه اجتماعيه نحن ويكون في عندنا مطالب مشتركه مع الحكومه. هل نحن نتخيل يعني قانون الاستثمار، تشجيع الاستثمار بلبنان يلي وضعه الرئيس الله يرحمه رفيق الحريري بسنه 2000 لغايه اليوم ما تعدل؟ قوانيننا بعد قديمه. نعم. في عنا مئات القوانين اللي موجودة بمجلس الوزراء بمجلس النواب، صار لهم 3-4 أشهر عم بتخانقوا على مشروع شرب النحاس وعلى مشروع الكهرباء وعلى مشروع ما بعرف شو، وكلياتها عارفين لمواضيع سياسية. وين هالمشاريع اللي موجودة صار لسنين بمجلس الوزراء بمجلس النواب يلي هي بتخدم الاقتصاد وبتخدم المواطن وبتخدم الفقير وبتخدم المناطق الفقيرة؟ وين هالمشاريع كلياتها؟ ما حدا عم بيطلع فيها.
كل واحد جايب على هالحكومة بس لمصالح شخصية، لا ينهب من هالحكومة ولا يزيد برأيه، وشعار كلنا للعمل لا يزيد بس رصيده، ما حدا. وقال الوزير